تتواصل فعاليات الدوره الثلاثين من مهرجان قلعه صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الاوبرا المصريه مراسل التلفزيون المصري محمود جميل يرصد لنا هذا الحدث اهلا بك معنا محمود نعم اهلا بكم سحر ونهى وبكل الساده المشاهدين ارحب بكم في ليله جديده من ليالي مهرجان القلعه الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين هذا المهرجان الذي يحظى بشعبيه كبيره من جمهوره من مختلف الاعمار والفئات منذ ان بدا هذا المهرجان في اليوم الاول توافد عليه الجمهور من مختلف المحافظات بل وأيضا من مختلف الدول اليوم التقينا بعدد من الجماهير من دولة تونس ومن دولة ليبيا الشقيقتين ورحبوا بهذا المهرجان خاصة في حالة الطقس الرائعة التي نتواجد بها في هذه الليلة وهي الليلة قبل الأخيرة من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء غدا سيصدر الستار على هذا المهرجان بحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت الذي ينتظره عشاقه منذ اول يوم للمهرجان اما عن هذه الليله التي نتواجد بها في قلعه صلاح الدين الايوبي المسرح سيكون اليوم مع ليله فنيه جميله ستكون الفنانه نوران ابو طالب ستقدم ايضا باقه من اشهر اغانيها على هذا المسرح وايضا من اشهر اغانيها يا غالي وايضا الفنان محمد محسن الذي سيقدم باقه من اشهر أغاني ايضا وهي اغنيه أهودا اللي صار وفي قلبي مكان في الحقيقه الجو ايضا وحاله الطقس هنا في قلعه صلاح الدين حاله رائعه اجواء من الطرب الاصيل والفن صوره حضاريه وثقافيه هنا في قلعه صلاح الدين يستمتع الجمهور بكل الفنانين المختلفين المشاركين من مختلف الجنسيات نتحدث عن 42 حفلا من في خلال مهرجان قلعه صلاح الدين الايوبي في دورته الثلاثين، هذه الدوره تحديدا تميزت بالتنظيم وتميزت ايضا بالسعر الرمزي لتذكره الدخول وايضا تميزت بحضور متنوع ومختلف من مختلف الفرق الموسيقيه وايضا الفنانين المشاركين. هناك حاله من السعاده وحاله من البهجه مرسومه على وجوه الجماهير التي تواجدت منذ اليوم الاول. هذا المهرجان حافظ على الصداره وايضا على تصدر الاحداث الفنيه والثقافيه وحقق كما يقال الترند رقم واحد في اغلب حفلاته بسبب تنوعه في الفنانين المشاركين وايضا تحقيقه للعداله الثقافيه بوجود عدد كبير من جمهوره كما تحدثنا من مختلف الاعمار وايضا من مختلف الفئات، الجمهور اليوم سيكون يعني في اجواء من الحب والسعاده مع باقه من اجل أجمل الأغاني للفنانة نوران أبو طالب والفنان محمد محسن وغدا الجمهور سيكون مع سهرة فنية رائعة وجميلة مع الموسيقار عمر خيرت أجواء يعني جميلة جدا خاصة في حالة الطقس الرائعة هذه هي الصورة لليلة قبل الأخيرة من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين ومن قلعة صلاح الدين الأيوبي أعود إليكم مرة أخرى في الإستوديو